يقول السائل إن الإشبال في الإزار يقول بعضهم إذا كان نصف الساق فهو من لباس الشهرة، فما صحة هذا الكلام؟ لباس المسلم ما بين نصف الساق إلى الكعب، هذا لباس المسلم. والإنسان يتبع عرف أهل البلد، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب يلبس مثلهم إلى الكعب، الإزار وفي الثوب السروال والبشت يلبس إلى الكعب، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب هو ما يخالفهم لأنهم على سنة، لا ينفرد عنهم ويصير شهرة بينهم ويستنقذونه، لأنهم على سنة، ما داموا ما أسبلوا عن الكعب فهم على سنة، فهو يلبس مثلهم. وإن كانوا يلبسون أهل البلد يلبسون إلى نصف الساق فإنه يلبس مثلهم، لأن هذا كله سنة، من نصف الساق إلى الكعب كله سنة، ولا الإنسان يتبع أهل البلد في عملهم بالسنة ولا يخالفهم، يصير محل تندر بينهم محل شهرة بينهم. أما ما نزل عن الكعب فهو الإسبال المحرم.